ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل الاستراتيجي الدكتور ظافر العجمي. دكتور ظافر، أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا. دكتور، ما هو تعليقك على أهم البنود التي ركز عليها ممثل سمو أمير البلاد في كلمته أمام الأمم المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما قاله سموه جمل لا يعني قصرها صراحة قصر رؤيتها. تحدث عن علاقتنا مع العراق، تحدث عن العلاقات بين الكويت أو الكويت كرئيس للدورة الحالية لمجلس التعاون مع إيران، وتحدث عن أمور كثيرة، لكن هذه النقطتين بالذات كانت أهم ما جاء. فبالنسبة للقضية الأولى، طبعا تحدث وقال أن سياسة الكويت لم تعد سياسة مرتهنة للماضي بقدر ما هو سياسة قائمة على رهان على المستقبل. هذا واحد. ثانيا، كان واعيا إلى المأزق الذي يعيشه العراق، وتحدث عن استعداد الكويت لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة الحكومة العراقية، وهذه تعتبر مبادرة تستحق التنويه. هذه من جهة. من جهة الموضوع الثاني كما قلت، وهو نقطة العلاقات الخليجية مع جمهورية إيران الإسلامية فيما يخص الجزر الإماراتية، فكلام سموه يعني كان من ضمن ما فهمنا من كلامه هو ترك ابتكار المجادلات الزائفة والمضي في حل هذه الأزمة. نعم دكتور ظافر، يعني لو سمحت لي، يعني كيف لاحظنا مدى وضوح السياسة الخارجية الكويتية في كلمة المحمد، حيث تطرق يعني كما ذكرت لموضوع العلاقات مع العراق بالإضافة إلى تناوله رؤية الكويت في عدد من القضايا الدولية المهمة؟ ما رأيك في الرؤية الكويتية التي طرحها المحمد في مقر هيئة الأمم المتحدة؟ كما قلت، كانت واضحة رؤية الكويت. الكويت مرت بأزمات مع العراق، فقلنا أن سموه أعلن أننا لم نعد ارتهانا للماضي في علاقتنا مع العراق، ونفتح صفحات جديدة ونراهن على المستقبل ونمد اليد لمساعدتهم، لمساعدة الحكومة العراقية في جهودها لفرض الأمن والاستقرار هناك. نعم، المحلل الاستراتيجي الدكتور ظافر العجمي، شكرا جزيلا لك. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أن نظرائه في دول أمريكا الجنوبية أعربوا عن ارتياحهم لنتائج